السادة النواب والنائبات المحترمين، تفاعلا مع تدخلاتكم إن شاء الله سأوضح عدة نقاط، ولكن قبل ذلك أريد أن أدلي بملاحظتين عامتين حول مشروع الميزانية التكميلي سنة 2012. الملاحظة الأولى وهي أيضا تفاعل مع تدخلات السادة النواب تتعلق بضرورة توخي التواضع في إبراز بعض النقائص والانتقادات، باعتبار أنه لاحظنا هناك تضارب في بعض الملاحظات، وهذا متأتي من تشابك المصالح وشمولية يعني شمولية معنى المفارقة بين الشمولية الوطنية والخصوصية المحلية. هناك من يعيب على برنامج الحكومة باعتباره أنه يبرز بعض الأهداف طويلة المدى، وفي نفس الوقت بعض الملاحظين يعيبون على الطبيعة الآنية والعاجلة لهذا البرنامج. هناك تضارب نوع آخر، من يعيب على من يطالب بزيادة النفقات ويعتبر النفقات المرصودة الإضافية غير كافية، مع أن البعض الآخر يشكك في قدرة إنجاز النفقات المرصودة. كذلك هناك من يرى أن الموارد التي تم تقديرها غير كافية، ومن جهة أخرى هناك من يرى أن تحقيق هذه الموارد غير واقعي. ومن يركز على الإنجاز يقول أن هذه الميزانية غير قادرة على الإنجاز في مدة 7 أشهر. وأريد أن أجيب مباشرة على هذه النقطة اعتبارنا مرتبطة بكامل أبواب الميزانية. نحن الآن بصدد مناقشة ميزانية تكميلية، يعني التي تضيف ما يعادل 2400 مليون دينار على الميزانية الأصلية، يعني الميزانية التي انطلقت بها سنة 2012 هي الميزانية الأصلية 2250 مليون دينار تقريبا، يعني ما يعادل 90% من الميزانية الكلية، وبالتالي لدينا 22000 مليون دينار، أي ما يعادل 90% من الميزانية الكلية. لدينا ما يكفي من الاعتمادات ومن الموارد التي ننطلق بها السنة. وبالفعل بالنسبة لسنة 2012، مع بداية 2012 هناك إنجازات، أولا فيما يتعلق بمواصلة إنجاز نفقات التنمية التي لم تكتمل بالنسبة لسنة 2011، مع الانطلاق في نفقات التنمية التي تم اعتمادها في إطار الميزانية الأصلية. ونحن الآن في هذا الإطار سوف نصادق على الميزانية التكميلية، يعني على المبالغ التكميلية والتي هي في حدود 2500 مليون دينار. وبالتالي الميزانية تقعد ديما ميزانية 12 شهر وليست ميزانية 7 أشهر. الملاحظة الثانية العامة هي تتعلق خاصة بالنسبة للإجراءات الجبائية والتي تمس المنظومة الجبائية، وهناك الكثير من المتدخلين الذين عابوا على هذه الإجراءات باعتبارها لم تدرج إصلاحات هيكلية تعيد العدالة للميزانية، تحفز أكثر الاستثمار إلى غير ذلك. جوابا على ذلك نقول أن الميزانية التكميلية وخاصة في جانبها الإجراءات الجبائية هي
أساساً، وهذا الشيء معتمد وتبنيناه من حيث المبدأ منذ البداية، أنها إجراءات ظرفية لعدة أسباب. السبب الأول هو أن الميزانية هي في مجملها، وذلك تناغماً مع البرنامج الحكومي لميزانية 2012، تناغماً مع البرنامج المحدد لسنة 2012، يكتسي في جوهره طابعاً ظرفياً. نعرف بالعنوان البرنامج بالنسبة لسنة 2012 هو التعافي الاقتصادي والإنعاش، إنعاش الاقتصاد، وهذا يتطلب بالفعل إجراءات ظرفية حتى نضع حد للإخلالات التي سواء منها الاقتصادية وخاصة منها الاجتماعية التي برزت بعد الثورة. السبب الثاني وهو هام جدا، وهو يتمثل في أهمية المنظومة الجبائية في تونس. لا ننسى أن الجباية في المنظومة متاعنا تمثل أو تدر على ميزانية الدولة بما يعادل 60%، وهي تمثل 80% من الموارد الذاتية. وفي ظل يعني ظرف هناك بحث عن موارد إضافية لمجابهة نفقات إضافية، لا يمكن أن نخاطر في هذا الظرف الدقيق بإدراج بعض الإجراءات التي يمكن أن تكون لها مردود سلبي على المستوى الجباية. إذن الهدف الأول قبل كل شيء الذي حددناه هو لابد من المحافظة على حجم الموارد الجبائية التي تدره المنظومة الجبائية بما هي عليه، يعني بحلوها ومرها بنقائصها وإيجابياتها، في انتظار أن ملف الإصلاح الهيكلي يجب أن يأتي لاحقا، يعني مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية، وهو يستدعي المشاورات ويستدعي التدقيق ويستدعي البحث والدراسة المعمقة حتى يمكن أن نعطي إصلاحاً جبائياً يكون بالفعل إصلاح عميق وجوهري ويرسي الأهداف التي ننتظرها من جباية عادلة متناغمة مع دولة اختارت الديمقراطية والشفافية والعدالة الاجتماعية. أمر الآن إلى الإجابة على بعض الملاحظات. بالنسبة لسؤال النائب سيد هادي إبراهيم، يقول أنه يتساءل عن مراجعة مجلة تشجيع الاستثمار والعمل على تبسيط إجراءات الاستثمار. إذن أذكر بأن ملف الإصلاح مجلة تشجيع الاستثمار كان ملفا قديما وستنكب، وهذا مبرمج في إطار برنامج الحكومة، وهو يهم أكثر من وزارة داخل الحكومة، وزارة التنمية، وزارة الاستثمار، وكذلك وزارة المالية. وهناك حتى في مرحلة سابقة دراسة عميقة لتقييمية لمنظومة الاستثمار وخاصة المنظومة التحفيزية فيما يخص وزارة المالية. وبالفعل هناك إجماع، هذا شيء لا شك فيه، على أن هذه المنظومة فيها عدة إخلالات. لهنا أقتصر فقط على منظومة الحوافز الجبائية. وبالنسبة لأهم ومعالم الإصلاح في إطار الاستثمار، قد سبق أن بيانه السيد رئيس الحكومة في بيانه وفي إجابته. بالنسبة لمنظومة الحوافز الجبائية، هذه المنظومة يعني لابد، وقد شرعت الوزارة، وزارة المالية، في بعض الإصلاحات الجزئية وخاصة فيما يخص منظومة الحوافز الجبائية للتصدير. نحن ونذكر أن
هذه الأسلحة يعني سينطلق حسب البرمجة في 1 جانفي 2013، يعني ما عادش نتكلموا على 10 سنوات أو حتى إلى إعفاء كلي. هناك بداية انطلاق النظام الجبائي الجديد والدائم على التصدير، وسنرى بعد يعني هذا الأمر كان مبرمج منذ قبل معناتها سنة 2011، ولكن نحن في إطار النظر في منظومة الحوافز الجبائية الكلية سندقق النظر في انطلاق هذا الإصلاح وفي مجالاته. بالنسبة لتدخل السيد أحمد إبراهيم حول ضرورة مقاومة الهشاشة مواطن الشغل المحدثة وتشجيع أحداث مواطن الشغل بصفة قارة، هذا الأمر إذا نعرف بالآليات، أهم الآليات التي معناتها موكولة لصندوق التشغيل هي آليات تشجع على الإدماج. بالفعل أغلبها يرمي إلى تمكين باحثي الشغل وطالبي الشغل إلى تربصات وإلى عقود إدماج مؤقتة، ولكن لتكميل هذه المنظومة واستشعاراً لمعناتها هذه الثغرة، قد تم في إطار قانون مالية التكميلي إدراج الفصل الرابع من مشروع قانون مالية التكميلي الذي بين إليكم لإدراج إجراء يحفز المؤسسات على انتداب طالبي الشغل لأول مرة، ولكن شرط تمكينهم من موطن شغل قار. ولذلك هذا هو شرط أولا للحصول على الامتياز، وهو امتياز أيضا من ناحية الحرص على جدواه تم إقراره لمدة 5 سنوات حتى يحرص صاحب الامتياز أن يتمتع بهذا الامتياز مدة 5 سنوات، ومدة 5 سنوات هي أيضا امتحان لكي من يتمتع بهذا الامتياز سواء كان طالب الشغل الذي يبحث عن شغل قار أو صاحب المؤسسة، يكون له الفرصة لإقرار انتداب دائم ونهائي، وهو إجراء أيضا مفتوح ليس فقط لحاملي الشهادات العليا ولكن لكل طالبي الشغل مهما كانت وضعهم التعليمي. بالنسبة للترفيع، بالنسبة للمقترح جاء في الترفيع في الأداءات، قول وقد تكلم أحد النواب عن تعبئة الموارد الإضافية الجبائية الإضافية في إطار قانون مالية التكميلي، وقال أنه هالتعبئة هذه فيها نوع من اللامساواة بين الفئات. احنا قلنا أولا أن ليس فقط الهدف من المنظومة الجبائية هو المحافظة على مردوديتها، وإنما نبحث حتى الاحتياجات في النفقات الإضافية باش تكون عندها موارد إضافية ودائمة، وأهم هذه الموارد هي الموارد الجبائية. وقت تبدأ عندنا مورد حتى صغير الحجم بالنسبة لهذا السنة فهو مورد متجدد، ولكن الإشكال في تعبئة موارد جبائية هو دون أن نمص معناتها الجوانب الهيكلية، وخاصة عندنا حرجين نجمو. الحرج الأول هو أن لا نمص الفئات الضعيفة، ما يلزمناش نخلق موارد جبائية إضافية تثقل كاهل الفئات الضعيفة. وكذلك الجانب الثاني الذي رأينا أن لا نقع فيه هو أنه لا نمس أيضا من الكاهل الجباية المؤسسات، ما
ما نثقلوش لا على الضعيف باعتبار أن المواطن التونسي كفاه غلاء في الأسعار، ما نزيدوش نثقلوه بكوال جبائية إضافية، وكذلك المؤسسات اللي هي بيدة مثقلة بالديون، ونحاولوا باش تكون الجباية أداة للنجاعة الاقتصادية مش لإعاقة عمل المؤسسات. وبالتالي الأداءات اللي تمست وهي مجرد تحيين وتعديل حسب معناتها كيف ما فيما مضى، وتم تحيينها وتعديل التسعيرة نتاعها أو التعريفة نتاعها. الأداءات هذه هي المعلوم على التسجيل والطابع الجبائي، وهي أداءات ما هيش هي ظرفية اكسيدونتيل يعني، ولا ما تمسش لا تمس للدخل لا تمس معناتها المعيشة يعني الاستهلاك، ما عدا إلا في حدود. بالنسبة للمعلوم على التسجيل هناك تعديل من 15 إلى 20 دينار، وهذا يتناغم مع معناتها كيفاش يقولوها التضخم أو مع تماشي مع الأسعار. أي كانت 5 ولا 10 فيما مضى، بعد 15 وتو أخذت النسق نتاعها التصاعدي تناغما مع ارتفاع الأسعار. ثم طابع الجبائي كيف من 200 كان 200 ثم 300، وتو كان الأوان باش كذلك تناغما، وفيه معناتها أقل التكاليف. هناك بعض الكلفة ولكن هي نسبيا إذا كان قارناها بكلفة خلق أداء جديد على الاستهلاك أو على الدخل سيكون معناتها، وهذا هو معناتها الخيارات، هي في بعض الأحيان خيارات صعبة، ولكن إذا كان نريد أن نبحث عن موارد والعمل الجباية تكون هي أداة لإعادة توزيع الثروة يعني ولتعبئة موارد من أجل نفقات اجتماعية هامة وضرورية في هذه المرحلة، فهذا الأمر يكون منطقيا. بالنسبة لغياب قوانين توضح مصادر الدولة من مداخيل البترول، هل مصادر مداخيل البترول كيفاش تكون معناتها كيفاش نشوفوها في الميزانية؟ نشوفوها سواء بالنسبة للمداخيل الجبائية، هناك جباية موظفة على المحروقات من الإنتاج إلى الاستهلاك مرورا بالتوزيع، وهذه الجباية تمثل نقطتين من معناتها الضغط الجبائي. نسبة الضغط الجبائي هي في حدود 21% بدون اعتبار جباية المحروقات، تهبط إلى 19%. إذا نقطتين جاية من الضغط الجبائي، تقريبا 2% من الضغط الجبائي متأتي من جباية المحروقات، والمصدر الثاني هي الموارد الغير جبائية باعتبار أن الشركات العمومية هي كذلك أرباحها تدخل في ميزانية الدولة، هي مساهمات المؤسسات العمومية البترولية نقاوة في إطار ميزانية الدولة في الموارد الجبائية الموارد الغير جبائية. بالنسبة للعفو الجبائي تكلم أحد النواب، كذلك هذا موضوع جدل ومفارقة، هناك من يقول أنه العفو ضروري وهناك من يقول عفو غير ضروري. نحن لم نستعمل مصطلح العفو، إنما استعملنا المصالحة الجبائية. هناك بالفعل مصالحة جبائية لاعتبارين، الاعتبار الأول أنه بعد الثورة لا بد من توسيع الانخراط في الجباية، وهذا التوسيع عملنا له تحفيز ليس تنازلا في الأصل حتى لا نضر المطالبين اللي هما النزهاء اللي قاموا بواجبهم الجبائي، وإنما
هو مجرد إلغاء أو طرح الخطايا الجبائية، وذلك المثل الثاني هو الدفع على إقساط. هذه زوز من الحوافز باش نخليو الناس المتخلفين عن أدائهم بالواجب الجبائي باش يقوموا ويتصالحوا مع الجباية. ولكن الاعتبار الثاني هو أنه لما نقول مصالحة لا بد من إجراءات أيضا هامة للتصدي للتهرب الجبائي، وبالتالي يجب أن نقرأ قانون الإجراءات الجبائية في شمولياتها. هناك تخلي عن الخطايا، وهناك أيضا إجراءات سواء في هذا القانون أو في القانون المالية اللاحق ستكون فيها أكثر تشدد وأكثر حزم للتصدي لظاهرة التهرب الجبائي. كلمة أخيرة، هناك وقت يختصر، كلمة أخيرة حول مأمورين المصالح المالية. يعني هذه الفئة هامة جدا، هناك تقريبا 620 كان عندهم يعني وضعية من خلال النظام الأساسي نتاعهم أنهم يجعلهم لهم أجراء ولهم موظفين. وبالفعل نحن على وعي وقد قمنا بالمشاورات مع هذا الطرف، وحبيت أنه في هذا المنبر أبشر هذه الفئة أنه القانون نتاعهم المنظم والذي سيعطيهم معناتها وضع أكثر جدوى وأكثر نجاعة باعتبار مبدأ إدماجهم في الوظيفة العمومية قد معناتها تم إقراره، وسيكون قريبا إن شاء الله في هذا المجلس مناقشته، وسيتم معناتها إدماج هذا هذه الفئة من الأعوان اللي هما الوظيفة نتاعهم ضرورية وناجع باعتبار هما همزة الربط بين إدارة الجباية والمطالب بالضريبة. وإن شاء الله في أقرب الأجال سيتمتعون بالوضع الجديد اللي يخليهم أكثر جدوى وأكثر نجاعة في أعمالهم. شكرا. شكرا سيد كاتب الدولة. كلمة أخيرة.